الرحمن الرحيم، اهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. ايه حكاية الغفير اللي هيتم تعيينه على كل بيت؟ الناس بتسأل دلوقتي هي ايه حكاية الغفير، وغفير ايه اللي هيكون معين على بيتي، ويعني ايه هيكون عندي غرامة وحبس، هي ايه الحكاية بالظبط؟ هقول لحضراتكم دلوقتي. والحاجة اللي بعد كده ان المصرية للاتصالات بتقول لحضرتك ان النت هيفصل من عندك تماما، وتبكير صرف مرتبات الشهر الحالي والترحيل خلال 3 ايام لهذه الفئة من دولة عربية. صدمات جديدة للمواطنين، تعالوا نشوف ايه هي الحكاية. ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. تعالوا اول حاجه نتكلم عن موضوع تبكير صرف مرتبات شهر الشهر الحالي، وانه هيتم تبكير الصرف كمان الشهر ده. صرح مصدر مسؤول عن انه تم تبكير صرف مرتبات شهر 6 و7. طبعا حضراتكم عارفين العاملين في القطاع الاداري في الدوله تم تبكير صرف مرتباتهم شهر 6 وشهر 7. من المقرر صرف المتاخرات 8 و9، يوم 8 ويوم 9 و11 و12 من الشهر الحالي، وده طبعا بالنسبة لمتأخرات الشهر الماضي. وقال انه بالنسبة لجداول المرتبات لصرف مرتبات شهر 8 الحالي 2024 هيتم تبكير الصرف ابتداء من يوم 22 الشهر الجاري بدلا من يوم 24/8/2024. وحابة اقول لحضرتك ان ده اخر شهر حضرتك هتصرف فيه المرتب بدري. يجوا اصحاب المعاشات يسألوا هنا هل انا هيكون لي تبكير لصرف المرتبات؟ هقول لحضرتك لا، مفيش اي تبكير لصرف مرتبات لصرف المعاشات للمستحقين لمعاشات التأمينات الاجتماعية او حتى تكافل وكرامة او اي دعم نقدي اخر. حضرتك هتصرف في ميعادك مع بداية الشهر الجديد زي كل شهر. بالنسبة للعاملين في القطاع الاداري في الدولة هما دول اللي هيتم التبكير ليهم، ولكن الحكاية كلها بتتلخص في يومين، وده اخر شهر هيتم تبكير الصرف ليهم، وابتداء من الشهر القادم يصرف في موعده الرسمي عادي جدا. الخبر اللي بعد كده هو صدمة لملايين من العاملين في دولة الكويت، وكأن البلد كانت ناقصة عاطلين جدد. خلال 72 ساعة هيتم ترحيل العاملين في دولة الكويت ضمن سياسة إحلال مواطن بدلا من الوافد، يعني بمعنى أن الدولة عايزة تشغل المواطن بدلا من الموافد أو اللي جاي من دولة أخرى. نشرت وزارة الأشغال العامة للشؤون البلدية الكويتية بيانا عاجلا بإنهاء الخدمة لجميع الوافدين ومن بينهم المصريين طبعا، وإن ذلك يأتي في إطار دعم أصحاب الدولة من المواطنين وتوفير وظائف لهم، ويأتي ذلك نتيجة لتوفير الكوادر المؤهلة من أهالي البلاد ومنهم العاملين في الجهاز التنفيذي في حملة شهادة البكالوريوس والمستشارين القانونيين والمحاميين والمهندسين والمحاسبين وكافة التخصصات الإدارية للعاملين في القطاع الإداري لدولة الكويت بقرار وزاري. طبعا الموضوع ما يخصش المصريين بس، هو كل الوافدين في دولة الكويت هيتم ترحيلهم لبلادهم. كل التخصصات، أيوة كل التخصصات، علشان تكونوا عارفين يعني المواطنين في دولة الكويت كان من الطبيعي ان هم ما بيشتغلوش ابدا، كان من الطبيعي انه لا، المواطن او الوافد اللي جاي من بره هو اللي بيشتغل حتى لو كان في الجهاز الاداري في الدولة، يعني وظائف عامة. دلوقتي لا، خلاص هيتم ترحيل الوافدين بشكل عام، مش من دولة واحدة، ولا مثلا مش من مصر بس، لا من كل دول العالم. طبعا بنتمنى انه احنا هنا عندنا في مصر برضو يتم ترحيل الوافدين واللاجئين اللي بدأوا يتطاولوا على كل مواطنين الاصحاب الدولة. وطبعا احنا شايفين السودانيين ما شاء الله بيعملوا ايه مع المصريين. السوريين الى حد ما كان وجودهم بشكل منتظم او معتدل شوية في البلد، ولكن السودانيين الحقيقة خربوا البلد. فبنتمنى انه يتم ترحيلهم زي ما تم ترحيل ولادنا من دولة الكويت. الحاجة اللي بعد كده، هنا هيئة او المصرية للاتصالات، شركة مصرية للاتصالات بتقول لحضرتك انه ما تقلقش لو لقيت ان النت بيفصل بصورة مفاجئة، هيفصل عنك النت فورا. طبعا دلوقتي محدش بيستغنى عن النت في بيته، الولاد بيذاكروا عليه، بيتسلوا عليه، ايا كان مواقع يعني متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، كل انواع التواصل الاجتماعي بتكون من خلال النت. دلوقتي شركة المصرية للاتصالات بتقول لحضرتك ان النت هيفصل مفاجأة. ليه؟ هقول لحضرتك دلوقتي. بيان رسمي منشور على المصرية للاتصالات النهاردة والتنفيذ إجباري. تم اتخاذ قرار من قبل المصرية للاتصالات لتحويل العملاء من نظام دفع الفاتورة الربع سنوية إلى نظام الدفع المسبق، وده بشكل إجباري. يعني إيه؟ هنا طبعا حضرتك علشان خاطر يكون عندك الراوتر بتاع النت ده لازم حضرتك يكون عندك خط أرضي،
والا بتضطر للجوء اللي هو الراوتر الهوائي. لا هنا حضرتك لو عندك خط ارضي يبقى الموضوع كله بيخص نظام دفع الفاتوره. هنا الشركه بتقول لحضرتك انه هيكون في تحول بالدفع المسبق، يعني حضرتك هتدفع الفاتوره مش كل 3 شهور زي ما كنت بتدفعها، لا دلوقتي هتدفعها بشكل مقدما، يعني مع بدايات الشهر اللي انت اصلا لسه ما استخدمتوش، لانها هيكون تارجت معين او قيمه معينه تقريبا بتكون 84 جنيه او 85 جنيه هتدفعهم بشكل رسمي مقدما. وهنا الشركه بتقول انه الاسباب دي بترجع الى تحسين الكفاءه التشغيليه وبتساعد الشركه في اداره الحسابات بشكل اكبر وبكفاءه اكتر. وبتقلل من المخاطر المالية زي مخاطر الديون الغير مسددة لنظام الفواتير الربع سنوية لبعض المشتركين، وسيتم تحويل كافة العملاء الحاليين إلى نظام الدفع المسبق بالنسبة للمدينين. سيتم تسديد المديونية، يعني اللي عليهم فلوس هيسددوا المديونية بالكامل زائد شهر مسبقا، وسيتم إعلام العملاء بالرسائل النصية، ولا يجب على العملاء متابعة الإشعارات لضمان التحول السلس. نيجي بقى للغفير. ايه هو الغفير اللي هيكون موجود في كل بيت؟ الموضوع يخص وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء بقت تتكلم عن عقوبة جديدة بتصل لحد المليون جنيه في حال سرقة التيار الكهربائي. ايه هو الغفير؟ الغفير دي طريقة جديدة لمعرفة التلاعب في العداد الكهربائي دون اي تدخل بشري. عن طريق ايه؟ طب لما هو دون تدخل بشري امال ايه حكايه الغفير؟ الغفير ده عباره عن جهاز هيركب او هيتم تركيبه على كل عداد في كل منزل لمعرفه المتلاعبين في العدادات والابلاغ عنها اوتوماتيك، وسيتم نشره وتركيبه خلال الفتره القادمه في جميع المنازل في جمهوريه مصر العربيه، ودي طريقه تمت تجربتها في محافظه الاسكندريه واتت بثمارها. عداد الغفير اثبت جديته بشكل كبير جدا، وخلال الفتره القادمه هيتم تركيبه في جميع المحافظات. بيدي لحضرتك حقك وبيدي للوزارة حقها، بمعنى انه بيضبط اي تلاعب في عداد الكهرباء غير اللي حضرتك بتستخدمها، يعني اي عداد في اي تلاعب فورا بيتم الابلاغ بشكل فوري عن المتلاعب في العداد، يعني اوتوماتيك العداد بيبلغ لوحده. طيب لو انا ثبت انه انا عندي اي تلاعب في العداد بيتم تغريمي وعقوبتي وسحب العداد مني والغاء التعاقد مع الشقه دي تماما او مع العقار ده تماما. يعني ايه يكون عندي تلاعب؟ طبعا حضراتكم عارفين بالنسبه للعدادات القديمه بقت معروفه جدا طريقه التلاعب، وقلنا قبل كده يحطوا السكينه على العداد، كيس الملح وحاجات كتيره جدا. وقبل كده انا قلت لحضراتكم كيس ملح ممكن يحبسك 6 شهور ويغرمك 200,000 جنيه. بحكم القانون كانت هي دي العقوبه، ال 200,000 جنيه تم تغليظهم الى مليون جنيه. طيب هل ده للعدادات القديمه فقط؟ لا طبعا، للعدادات الجديده. انا قلت لحضراتكم قبل كده على طريقه الكارت اللي بيتم تركيبه مكان العداد، ولكن ده بيحتاج، هم شافوا انه بيحتاج لخمس لجان علشان خاطر التفتيش. دلوقتي بقى الموضوع ما بقاش محتاج تفتيش خالص، هيركب الغفير عندك ويسيبك انت معاه، مفيش مشكله خالص. اي تلاعب هو هيدي على السيستم في الوزاره انه في تلاعب على العداد ده، فورا هتلاقي لجنة عندك في البيت مكونة من ال5 لجان اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، لجنة من الكهرباء ولجنة من الصحة ولجان كتيرة جدا، 5 لجان كاملة هيجوا لحضرتك فورا وفجأة بمجرد ما الغفير هيبلغ انه حضرتك خلاص كده عندك تلاعب في العداد. طيب بالنسبة لعدادات الكارت، طبعا حضراتكم عارفين انه في حاجات كتيرة جدا ما بيبقاش تلاعب ولا حاجة، انا مش قصدها والاقي انه في لمبة من اللمبات بدأت تنور بشكل دائم ما بتفصلش، انه في اي حاجة في اي مشكلة، حضرتك ساعتها تبلغ للوزارة او تبلغ لشركة الكهرباء علشان خاطر تخلي مسؤوليتك من انه انت ولا عندك تلاعب ولا شيء، ولكن في حاجة او في اي اتلاف حدث في العداد. ساعتها بيجي بسرعه حد او فني صيانه بيجي يصلح لحضرتك العداد وبتعفي نفسك من كل التساؤلات دي كلها. ليه موضوع الكهرباء واخد حيز كبير قوي كده من تفكير الدوله او الحكومه؟ لانه بمنتهى البساطه الكهرباء عامله مشكله كبيره جدا وازمه كبيره جدا عند الدوله، وانه بمنتهى البساطه الكهرباء دي بتتعامل بالدولار، بتتحاسب بالدولار، وهو عنده مشكله كبيره جدا في الدولار. بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة، بنتظر من حضراتكم. لو استفدتم معلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. ان شاء الله على خير، نتقابل في فيديو جديد، في امان الله.